حما مبهمها ريت نعيما عطرها وياسمين ودمعها مية الشام جنة وانقنعشت شواليك تقلب نار قلب العيدة وبأيام شالي اغلو الشام يا البعدة وتحمى مبهمها ريت نعيما عطرها وياسمينها وهمها بالسبع تلسن سمعتكن بالسبع تلسن حكي بالسبع تلسن فهمتكن بالسبع تلسن بكي قولوا الشام يلبعدا وتحمى مبهمها اشترى نص الحمام ايه من هذا المصاري خرسي انتي خرسي ولي احسن ما قلب الطاولة عليك يا حاضر اخي حاضر وشو قال لك اخوك مثل العادة يا عم قال انا عم ظن بعمي ليلي شو اعمل والله ما عاد تعرفت شي يا زاهر اليوم جاي الشيخ والمختار تحاصصوا وبعدين بنحكي امرك يا عم صبي انتي وياها سكي امرك اخي امرك صلي على النبي شوفك مع الصيد اي شو رايك انت بهي بس تفضل عمي تفضل الله يديمك الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب يا رب وينك يا حرمي فاضي نطلع تعي خذي الاغراض تعي عملي منزلة مليون قلي البتنجانات بلا اللحمة ليه انت يعني لحد ما بليك مخستك بعدي لا يا عبي الحمد لله تحسنت ايه الحمد لله عبي نعم يا عبي لحمة ايه خففي لها شوي حرام زيادة بعدتها ما بتدرس ما بتخدم هلا لحمة عاسية قضيها بالفاكهة تفاح انا نجي هيك شي فهمت علي بأمرك يا بي عن حقا يا بي شو؟ اجت خالتي فاطمة ايه صار لي خبر حكاني عم الجواد حكاني
يابي يابي انا انا ما بدي اجوز. ايوه ليه بقى؟ لانه ابن زبال يعني انت بنت مين بالله؟ لا يابي مو هيك، ما بدي اتركك لحالك. معلش اخاف عليك اخاف عليك، هي سنة الله بتتجوز. يلا يلا يلا. شلونك عم؟ علي شريف. لك وينك عمي؟ مو عساس مر لعندي؟ هاي ايه ايه بلا بلا عشان نروح على الارض. ايه ايه يلا 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 حبيبك. ايه طيب ربي يديمك عمي، خلص ناطرك هون انا. ايه معلش انا بدي اضيع ولا يهمك. بدي نوض هدوئي. ولا يهمك طيب خلص ناطرك هون عمي. يلا 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 يلا. عليم عليم عليم، ان شاء الله سجل لك الارض باسمك. منو انت؟ شو عمي؟ منو هذا اللي مشحاق؟ عليم عليم شريف. عليم نجم. شو هذا بيشتغل عندك؟ صار بيشتغل عندك عمي؟ عندي. تعال نجم. لك نجم مري معلم. هاد عمي سلامي خي البي صاحب الارض. تشرفنا معلم. احلى اميمي عمي. ايوه ايوه. هذا باذن الله اخونا نجم. اهلين اهلين اهلين. شرف عمي. نجم ساوينا كاستين شاي. على راسي معلم. شرف لنشوف الدواب. شرف. ايه يلا يلا. الملكانات الحكمدارية ما لها خبر فيهم. شلون يعني ما لها خبر فيهم؟ انت منين جبتهم؟ من ديوان العدلية. لك زوير شلون بدنا نوصلهم لجناب الكيخي؟ وشو بدنا بجناب الكيخي؟ لكان على قصر الوالي. طيب شو رأيك نبعتهم على قصر الصدر الأعظم؟ قصر الصدر الأعظم؟ ايه. شو علي لك زهير؟ هيك مندلله. وشلون بدها توصل على قصر الصدر الأعظم؟ بالبوسطة. بالبوسطة؟ ايه بالبوسطة. شو فيها؟ بس البوسطة عم تمر على الصوباشية قبل ما تطلع اسطنبول. سيدي لا تاكل هم من مرقها. شلون اللي لعملها بإيدي هدول؟ شايف هدول؟ بدك تنسخهم حرفيا وبتضل النسخة عند منك، فهمت؟ وليه؟ بهذا بده شغل؟ شو عليه؟ الطبخ على نار هادية ما في أظرف منه، بتطلع الطبخة أطيب كتير. يا على عيني. دوزن لك زهير دوزن. مراد بيك لازم ندلل دلال ما بعده دلال، عم تفهمني؟ بأمرك أنا. يخرب بيتك بالحالك، طلعت مالك قليلك نجم. لا انت بتعرف كل حريم السلطان ما فلون يعني. اني حريم واني جواري نسوان تاخذ العقل يا معلم، بس نحن حريم السلطان ما بخلونا نقرب منه. ليه نعم على السيرة يعني ما جربت؟ قوم عمي رح تعتم العين. عادي لك عمي عادي، شو صاير عليه؟ عمي رح تعتم العين، بعدين المختار والشيخ محفوظ رح يجوا لعندي بعد صلاة العشاء. قوم يلا 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 ضبضب نجم ضبضب، حط راسك ونام. يلا
يلا على العافيه. الله يعافيك. عافيه معلم. يا راسي معلم. ايه وشو بدكم تعملوا هلا؟ هلا مو لازم اهل الحاره يعملوا لنا لميه؟ ايه والله يا خالتي جبتها، لازم يعملوا لنا لميه لك. لك مو حلوه بحقنا، شو يعملوا لنا لميه؟ ما بيجوز. ليش ما بيجوز؟ يا ما واقفين معه لاهل الحاره نحن. معلوم. وبشو وقفنا؟ يو يا ما مولدة نسوانهم أنا لأهل الحارة. لك شو مولدتيهم على أرواح مواتك؟ نعم عم تاخدي مصاري. أبو عبدو خلصنا بقى. عبدو خالتي الله يرضى عليك، بتقوم أنت وأبوك بتروحوا لعند المختار وتطلبوا منه يلملنا لمية. خطينا احنا خطينا. مزبوط مزبوط. قوم يا بي قوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه شو عرفت كمان؟ عرفت لك انه سلامة مشتري نص الحمام. يو سلامة مشتري نص الحمام؟ ايه يا مو، والمعلم زاهر معصب منه كتير. ايوه وليش معصب بقى؟ قال من وين له المصاري. ايه وشو صار بعدين؟ ما صار شي بس هيك. قريت على ابو حمدي ابو صخر ابو سعد. ايه وشو صار معك يعني؟ اعطوك شي مشان صلي على النبي عبدوم. شو بنا؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. حكيت كلمه ما صارت انتين. ابو حمدي وابو صخر السنه ما رح يزرعوا بقدونس، انتوا اللي رح تزرعوا بقدونس بس، منيحين؟ ايه بس يعني نحن شلون نرجع نزرع؟ دبروا راسكم. بعدين اللي كان معه 5000 مصريه. مو المصاري سرقوا مختار؟ يعني ما معكم غيره؟ الله وكيلك ما في غيرهم. يعني نحن مشان هيك جايين لعندك لبركي بتعملنا لمية من أهل الحارة. اعمل شو؟ لمية؟ نشتغل بالمصاري وما نردهم. شلون بدنا نردهم؟ لا خلينا نشتغل بالأول ما نردهم. وقديش بدنا وقت يا بي لحتى نردهم تاني؟ نحن ما لنا بالجيوب. لا إله إلا الله، خليها تجي المصاري بالأول، هي إجت وما ردينا. يا بي إحنا بدنا شي سنة لحتى نوقف على رجلينا بس. لا إله إلا الله. يلا يلا خلص أنا رايح وتمر على أبو شريف. يلا عنزل. ان شاء الله نعيمان. نعم الله عليك. اهلين وسهلين سيدي المعوضين. يلا معوضين يا على امد. الله تتحمموا. اكيد ابو عمان. اي حاضر حبيبي. حاضر. شو ابو عمي حسين لابسوا شو المقلوب؟ خير يا طير. ولك حسني ما عم يويت لك عمي، فضحنا المي بارده. ما عم يويت. مو ناقصه زبل ولا ناقصه اشاره ولا ناقصه خشبيه وعطاب. يخرب بيته بالحاله. عمي قلعوا كت على فمه البارده. قلعوا قلعوا. بكره بجيب لك واحد نمر على كيف كيف عندي. امرك هلا صار وقت للجم. هلا وقت للجم. حطه بالامين مع الزبل. يا بيطلع قد الأمي يا بيطلع قد الزبل. والله غرزته مع الزبل بهالأمي بس ما طلع آخر شيء. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. ربي يزيده ويبارك. الله يسلمك يا شيخنا. ايه اخ شريف، انت اخذت مركانات الشاغور وراضي دوما، وانت يا زاهر اخذت اراضي حرستها، والمحروستين راح تعطيهم مصاري باذن الله. مختار باذن الله. وعمك سلامي يا شريف. عمي سلامي يا مختار، راضيته وعطيته شقفة أرض من حصتي. ربي يكرمك ويبارك فيك يا شريف. ما عملنا شي شيخنا، ما عملنا شي، هذا حقه. هلا يا شريف انت أمين على حصة إخواتك وأمك. بعيوني بإذن الله. إيه زاهر. تفضل مختار. يا زاهر الاسم حق، واللي بدي إياه منك الله يرضى عليك ما تطلع من شور أخوك. بإذن الله مختار بإذن الله. لكان يا جماعة سمعونا الفاتحة على نية البركة والمودة والرحمة بيناتكم يا ابني يا شريف. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكي يا أم شريف، ما عاد قدرتي على شيء،
ابن سلام عم يتبحتر بالمالكانات وحاسس على كيفه. الله يرحمك ويحسن إليك، تركت كل شي باسمه، خليه ياخد حصته وينقلع من بيتي. الخميس الجاي عرسك يا أبي؟ بإذن الله يا أبي، بإذن الله. لا تخلي شي ينقصك منوب، ترى أنا براسي في 100 قصة وقصة، فلا تخلي شي ينقص منوب. ولا يهمك يا أبي ولا يهمك. قوم شوف مين؟ أمرك يا أبي. يا أهلين وسهلين بحنا. تفضل يا اهلا وسهلا. يلا يلا شرف. فوتي لجوا. امرك ابن عمي. يا الله اهلا وسهلا بالسيد حنا. والله اهلين فيك يا بي. عليم الله شرفت. الله يديمك. تفضل تفضل ارتاح. نسيت فضلك. حكالي خالد عنك وعن شغلك وانك صغرت وقبضاي. الله يخلينا ياك يا مراد بيك. شو يا خالد؟ مور يا بي. ما راح تشرب ضيفك شي؟ بلا يا بي امره. شو تشرب؟ جيب لنا قهوة. ايه على راسي. كأنه في بتمك حكي. ما في حكي كتير يا بيك، بس بدي منك الأمان. أخذت الأمان. ليان اللي دوخ الصوباشي عنا بالحارة وزبال. ايه جواد هو حرامي سلاح. لك ايه ما بتعرف قديش سرق؟ ما بعرف، بس سطع المدرسة البحرية. معنات الحكي انه كان له صاحب ايام ابراهيم باشا. شلون لك هو له اصحاب كتير بالمدرسة البحرية وضباط كبار. معلوم، ما كان يشتغل بالقنصلية الفرنسية. الله وقعك يا جواد. والله دخلك فتحي ليش صالحكن مع بعض؟ شو بعرفني؟ هلأ فتحي كان يحبه لجواد الزبال. إليان ما له صاحب إلا سلامي. ايه سلام قولنا من رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على اوضه عمي، على اوضه. يلا يلا بسم الله. ما في حدا فوت انت. كل على عمي. على اوضه. ما في حدا. ما في حدا. على عمي ان شاء الله. قولي يا مرت عمي. بدك حصتك؟ معلوم مراد بي. ومين قال لك انه ما راح امسكك انت وجواد وسلمك لاسطنبول؟ إيه ما راح تستفاد شي مراد بيك. معك حق. قديش عنده سلاح؟ ما بعرف، بس انا شفت صناديق السلاح عنده بالبيت. فتت على بيته؟ شلون لك؟ وشفت صناديق البواريد والبارود كمان. اخذ بارود كمان؟ شفته بعيني. اسمع يا حنا، وتضلك مثل ما انت وبتترك الباقي علي. طيب مو لازم اعرف شو بدك تعمل يا بي؟ مو لازم. حصتك رح تصلك لعندك على البيت. اشرب قهوتك واتكل.
سلام اخي شريف. اهلين 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 استاذ خير. اللهم اجعله خير. سكر يا عمي. شرف عمي. شرف منو يا ساتر تستر. اي قلت ما في حدا اخي ما في حدا. شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله يلطف يا رب. تفضل اخي تفضل. يلا يلا فوت عمي فوت. خير 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 اللهم اجعله خير. اهلين معي سالم. اعوذ بالله. لك شو مساويين فيك الصباشي؟ الله لا يوفقني يا رب. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك على مهلك. بسم الله بسم الله. عن إذنك عمي أبو خليل نحن بدنا نمشي. إيه عمي إيه إيه. كتر خيركم عن كل شيء عملتوه يا عمي. خير الله عمي خير. تفضل تفضل عمي تفضلوا. يلا يلا. لك شو كفر هدول؟ ما بيخافوا من الله ولا عبد الله. لك شو مساوي؟ لك شو مساوي؟ مو مساوي شيء، مو مساوي شيء. الله يلعن ابو السلطان على ابو الباب العالي. لك يلا على ابو والشلف وابو الياض معهم منيح هيك؟ لا تقيمها لبكره ها؟ ابو خليل لازم نغذيه منيح، اعمل له فخده واعمل له مرقه دجاج، عرفت علي شلون؟ وانا بكره بشق عليه. ما رح فوت ابو خليل ما رح فوت، بس جاي اقول لك اذا انت عامل هيك بخليل ان شاء الله بتشوفها بابنك خليل. بس يا ابي فوت لجوا فوت لجوا. واذا مو انت الله يقصف عمره ويكسر ايديه اللي عاملها. ولك شو عمل الولد؟ اه شو عمل؟ ليش اصلا انتو خليتوا شيء ما ينحكى عنه؟ ليش خليتوا الناس تحبكم؟ لك كل شيء بالشام منزوع، العادليه والعسكر والحكم داريه، ولك حتى الطحين، لك حتى الطحين طلع فيه قرف السلطنة. شو يعني؟ كفر الواحد إذا فتح تمه وطالع اللي جواته؟ أبو خليل هذا الحكي ما بيجوز هون بالسقاق. شرف لجوا. بعدين اللي عم تقلي يشهد ربي علي إني كنت عم دور على خليل. مراد بيك ابني طلع بمصرياتي، بس تفه على هيك ولاية الشريف فيها مهان والحرامي معزز فيها. شو يعني 250 مصرية ولك طز وستين ألف طز كمان؟ مراد بيك خبر الحكم دارية وإلا الناس ما عتحكم سيدي. خاطرك صلي على النبي يا أب خليل. صلي على النبي صلي على النبي. الحمد لله خليل رجع وراح يصح. حاجة نوحي حاجة الله يرضى عليك. حاجة أنت يا عمي روحي لعند ابنك روحي شوفي ابنك الله يرضى عليك. حاجة يا أب خليل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خلاص خلاص حنا دبروا عندي. انت اطلع من القصة دبروا عندي. خلاص شو بدك انت؟ انا بدبر القصة خلاص. ايه بدك تقرا الفاتحة عندي بالبيت. بتشرف انت عمي جوال. انت ما حبيت بتجي على باب البيت مو بتدقه بترفسه برجلك هيك وبتفوت. لا وبعدين بنتي بقجتها حاضرة. انت ما حبيت انتاع ومشي عمي. اسلموا. يا معلم سلامي. والله تعبان يا عمي جواد والله تعبان. من ايش ولا؟ بدي اترك الشغل. ايوه لك على الحكي. والله يا معلم سلامي صاح لي شغل تاني وفي رزق ان شاء الله. لك لو كان يخرب بيتك هذا الشغل لك جواد. رزق تاني في شغل ان شاء الله. لك ما بصير هيك شباب. شو اصنعه يمشي ايه هو من غير شي مبخش بدنه؟ لك صار مثل نصفايت ما بيسمع حكي من الصبح والمساء. الى انه نايت نايت لما مالك نايت ولا نايت ها سمعت
لا بكل عين واحد بده يمشي يرزق. والله معلم سامح كتر خيرك انت ما قصرت، بس في رزق هداك الشغل. في رزق بإذن الله. لنشوف سيدي لنشوف. اعطيه اعطيه صب شاي. هو صب الشاي وطلع نزل الزبل. طلع تؤمر معلم. على ذكر شريف لك والله منيح، بس على هذا شغل ايده. يمشي يمشي ما في مشكلة. نشوف شو الله بخليه. لك شو عم تعمل هون يا واطي؟ بدي اقول له انا معي يا واطي. كل اللي يرضى يبيع عبار رخيص الثمن، بس الخلق ينباع بالاصل ماله ثمن. يا عيني لاجل الشرف والعرض للروح من بيع بيضل جوا القلب ويضل غالي الثمن. يا عيوني يا مونتي ليش هيك عم تعملي مع سعاد؟ يا ليش شو ساوينا تقبرني بس ما يكون هر القصب تبعها؟ عطالة عن الناس اللي بتهتيها وبتسمعيها حكي. حرام يا مو حرام، حاج تهتيها بابوها. شوف يا مو، انا بحكي الحق انه على هالبنت ما شفت شي، بس ياما والله مو خارطة مشطي انه انت ابن ابو حسين اللي كل الناس بتحكي باسمه تتجوز بنت الاميمي. لك هذا اميمي اميمي يامو، عم تفهم شو يعني اميمي؟ خلصنا يامو خلصنا، شو كم مرة بدنا نحكي بالسيرة؟ انت شفتي على البنت شي؟ ايه خلص معناتها تركيها بحالها يامو، تركيها بحالها. سعاد منيحة وانا بحبها وهي بتحبني، تركيها بحالها. بتقبرني بعد ان شاء الله صحة وهنا. شلون شايف حالك يا مو؟ الحمد لله يا مي الحمد لله. الحمد لله دائما. الله يحمدي. هلا نيمت قبل عمي.
جيبي جيبي الله يرضى عليك جيبي. ايه على راسك. هاتي هاتي عنك هاتي هاتي. اخ50 مصرية طقة واحدة من أبو خليل؟ اي نعم مراد بيك، يعني بدنا نعيش ومعلومك المعاشات لسه ما وصلت. معاشات؟ كأنك نسيان انه معاشاتك صارت لي. وانت قلت مراد بيك معاشاتي صارت لك، بس مو انت قلت لي جيب 200 مصرية وخذوا لخليل؟ هيك صار. بعدين يعني نحنا ما نابنا شي من الكروسة مراد بيك، ما نابنا شي منه. اليوم بالليل برهوم سربست بيكونوا ببستان الخوخة. عمرك يلا يلا ليك. السلام عليكم. بقى شو قلتي اختي ام عمر؟ والله ما بعرف، خليني شاور عقلي. على راحتك، بس انا عم اقول انه بدك رجال تسندي ظهرك عليه وما تعودي تخافي من شي منوب. والله بعرف يا مختار بعرف. على راحتك اختي عمر، على راحتك. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة يا ونايم وعم تشخور. ان شاء الله اليوم تقلل الكف على مخده بالحال. لك نايم. اهلا معلم. يوم لك خير. في شيء؟ خير خير. قوم عم لك قوم. انا والله جيتك بهالوقت وبهالشكل مو لله. مظبوط مو لله عبد الله. قوم لك قوم. قل لي معلم شو في؟ لجوج. لك نجم يا سيدي، هلا انت هيك انت مضيع عند حريم السلطان طول الوقت هيك نايم فرد نومي، لا من تمك ولا من كمك، ولا كل ما حدو بيت السلطان خيلو تعمل مثل خنفسي بمد رجلك. نصيبي معلم. لك ايدي على راسك والنبي كباسك، كل هالمدة بين الحريم والسأسة هاي ما طلع من أمرك شيء؟ الحمد لله الحمد لله. ايه سيدي الك لما لديه مشكلة عودت تكون للديب. لا سيدي هالمرة خسر. معنى؟ المعنى بتضب لي بقشتك وبتلحقني. الك عندي شغلة غير شكل فما منيح، إلك عندي شغلة شو هي شكل. لك نجم أنت ما بتتأمل على الحريم والنسوان والعرض، أنت بتتأمل على الروح. ضب اللي بيش تاكل حالي. يلا سيك سيك. الله يسلم الإيدين يا عمو. دياتك بدك شي؟ لازمك شي؟ سلامة تقبل روح الله يرضى عليك. سلام عليكم. وهي أبوك إجا. أهلين. الله يعطيك العافية تقبرني. بلاها يا بي بلاها. أمرك يا بي أمرك مثل ما بدك. يلا السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا رفاق. الله يقويك. تعبان ما؟ الله يقويك يا رب. شو ابن عمي ما بدك تروحي؟ ما لك حيل ترد علي؟ هات إيدك لشوفها.
يو بس علي بتشاطر. اما مع سلامي ما بيفوت لسانك لحلقك. اوه شو بدي احكي هات لك هات الثانية. يو 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 شو سلامك تعال 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 عم نقلك اشترى نص الحمام. يو ما في غيره سلامة هو اللي سارق لك مصرياتك. لا لا اسمعت طلعت لورتي من مرته. كذب لك ام عبده كذب. نوار خلصينا بقى طول عمرنا بنسمع عن سلامة مقطع موصل بس ولا مرة سمعنا عنه انه حرامي. افهمنا طلقك الزلمة حلي عنه. شو قلتي؟ ما قلت شي. هي امشي امشي روحي معي. لوين؟ لبيت مراد بيك هدية خانوم عازمتني كتب كتاب خالد يوم الخميس بدي يعني ساعدها. لا اماني رايحة عندي شغل بالبيت. ايه تصطفلي يلا ارجين عرض كتافك. يو ما رح تشربيني شي؟ لك حبيبتي ما عنا شي ما عنا شي. تاني مرة بدك تشربي شي شربي ببيتك. يلا ارجيني عرض كتافك. قوم بقى حطنا الجمال قوم بيتك ومطرحك وشغلك ليك قدام منك بتشيل بيها الزبل وبتزد بيها الفتحة لجوا على أمي مشان تغلي المي عرفت؟ حاضر. بعدين بتعتبروا بيتك ومطرحك مثل بيتك وعاد يعني تنام تأكل تشرب بتقوم بتحط اللي بدك يا ولا تخاف من شي وما على حيهوب عليك بلوب 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 كتر خيرك. بس شوفوا لها من أولها إش كان خاوزت معي سعرك بسعر الزبل حطك معها الزبل جوا بالأميمة ما خاوزت انت على العين والرأس استبينا. أمرك معلي تعال إلا تعال تعال تريك من إيدك تعال عود لك عود شبك قد أشوف حكي لي حكي لي عن الستاتي عن الشخشرلي وعن الأنائرة انت فايت فوتك مع حريم السلطان حكي لي عن كل السأسأة اللي بتعرفها وعن كل السأسأة والمأمأة اللي مرقت عليك جوا هات لشوف. خلص مثل ما عم بقلكم فهمتوا علي؟ حوت فهمت؟ أساسي معلم انت حط ايديك ورجليك بمي باردة الأرض بدها تنسقي يعني بدها تنسقي ان قالوا الفلاحين ايه وان قالوا لا انت خليك هون معلم نحن رايحين على الساقية. لا لا جاي معكم انا أساسي. شرف معلم. شرف شرف. قولي لي صحي ألف 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 حرمة ويمكن أكثر سيدي ألف حرمة فرطقة يا خرب بيته. هلأ أنا اللي مجنني إنه منين كان يجيبون يبنى اللي دخيلك منين يستر على عرضك منين. شو الظاهر ناوي الشر لك يا زاهر؟ لا مو ناوي الشر بس دي اسقي الارض. امين ماسكك اسقي ما في مي. ايه ما شاء الله ارضك قد ارض الفلاحين كلها. شو حسد ولا ضيقت عين؟ دوزني كلامك لك زاهر. بعدين مين هدول اللي جايبهم معك؟ ومبين معك يا بضاي. حقك علي يا بضاي بس عدم لؤاخذ ماني شايف غير ولاد. ما طلع ستي ولاد ولاد مو ظابط عمي. سلم على البيك اللي أنا بشوفه بعدين وممكن بيك يكون الواري زاد نفسه بده الحمام بيجي مثله مثل أي زبون. المطر بتنزل على الكل بتنزل نفس المي زاد المي زاد الحمام وزاد كيس التفريك. روح عمي روح تكره الله روح 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 خرب بيت كل شيء اسمه بيك وكل شيء اسمه واري. اي شو هالشغيل هاد لك عمي؟ لك شي زقرته أبضاي ما بيهمه شي بالمرة. على كيفك حمار شغل هاد لامين مثل النار. اي والله بدي اكشف الجواني يمكن يجينا لا بيك او شي من طرف الحكم داري بدنا مقصورة هيك تكون مع جناب نظيفة. ايوه عالجواني خلي لا يفوجروني. امشي امرك قول الله